وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي مذكرة تفاهم في المجال المصرفي، بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات محل الاهتمام المشترك. تهدف مذكرة تفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات في المجالات الفنية وفقا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي والتطورات الرقابية وسياسة سعر الصرف والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات وأنظمة وخدمات الدفع والشمول المالي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.